مشوار الحياة بده نفس طويل، تحلم وتجرب وتفشل وتحاول لحد ما تنجح. النجاح طريق مليان عقبات، بس إصرارك على المحاولة هيخلي من هاي العقبات سلم لتصل لهدفك. صنعت بصمة في المجتمع، وتجاوزت حكيه الصعب، وكسرت قوالب المجتمع اللي بحطوا السيدة فيها كامرأة مطلقة، واللي حاولوا إنهم يقنعوني إنه استقلال المرأة ودراستها وحتى عملها هو عيب. أنا فخورة بالأشياء اللي عملتها، فخورة إني مسؤولة عن طفلي وأخويا من ذوي الإعاقة، فخورة إني اجتهدت ودرست وفكرت وحاولت وأنجزت وحققت حلمي. فتحت مشروعي الخاص وبدت أسوق إله مشان يكون أنجح مشروع، وكان إصراري وتمسكي في مشروعي لأنه ما كان قدامي طريق غير إني أنجح. ونجحت، وصارت قصتي إلهام لكل الفتيات والسيدات إنهم يكسروا حاجز الخوف. صاروا يبعثوا لي يسألوا ويستفسروا، وأنا معهم ليحققوا أحلامهم. أنت قوية، ما تخلي خوفك وترددك يمنعك من إنه تحققي حلمك. أنت بطلة في رواية أحدهم.